موضوع الرجل الثاني وزير مالية داعش الذي قتل، الولايات المتحدة طبعا تعلم أعلنت قتلها لعبد الرحمن القادولي وزير مالية داعش خلال غارة جوية في سوريا. وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن قتل القادولي سيضعف قدرات داعش الميدانية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تقتلت عددا من قادة داعش الأسبوع الماضي، من بينهم وزير مالية التنظيم. وقال مسؤول أمريكي إن العملية التي أسفرت عن قتل عبد الرحمن مصطفى القادولي وزير مالية داعش كانت تهدف إلى اعتقاله حيا. وأضاف المسؤول لشبكة CNN أن طائرة مروحية تحمل أفرادا من القوات الخاصة كانت تنقض على سيارة فيها القادولي، ولكن في اللحظة الأخيرة حدث شيء ما دفعهم إلى إطلاق النار على السيارة، ورفض المسؤول أن يوضح ما هو الشيء الذي حدث. سيد جاسم، بموضوع قبل الوصول إلى تطوراته، كيف تبعت موضوع ظروف وتوقيت قتل الرجل الثاني في القاعدة، قتل وزير مالية داعش، والتأكيد الأمريكي بأنه سيؤثر في القدرات الميدانية لداعش، وكونه وزير مالية أيضا، كيف ستكون عامة تأثيرات قتل القادولي بداعش؟ رمزية هذا الشخص الثاني هو تفوق موضوع منصب وزير المالية ومصادر تمويل التنظيم، يعني هذا الشخصية هي شخصية عرفت بالتاريخ بالمزدوجين الجهادي، وكان منتوي ضمن تنظيمات القاعدة، وأعطى البيعة أيضا إلى الظواهري ثم إلى أنصار الإسلام، ما يسمى أنصار الإسلام في العراق، فله تاريخ جهادي طويل بالمزدوجين، وهذا يعود إلى عقد الثمانينات. وهذا يعني له رمزية كبيرة، وإضافة إلى ذلك هو كان مرشح أن يكون بديلا إلى البغدادي، فإذا مقتل هذا الشخص له تداعيات كبيرة جدا، ليس على مستوى التمويل المالي إلى هذا التنظيم، ولكن في تقديري تداعيات تنظيمية سوف يكون هنالك إرباك. أحب الإشارة أنه حتى الآن أنه نلاحظ أنه الشخص الثاني يتم اصطياده من قبل التحالف الغربي، يعني أبو مسلم التركماني، أبو علي البيلاوي كذلك، الآن يعني القادوسي أو الأحسري هو ذات الاسم، لكن حتى الآن لم يتوصل إلى أبو بكر البغدادي، وهذا يعني أن أبو بكر البغدادي يعيش حياة منعزلة عن قياداته من الصف الأول والصف الثاني. نعم. طيب، ربما هذا بإطار الخطة المقبلة. اليوم نتحدث عن عقد مجلس وزراء دفاع أمريكي سعودي ب 20 أبريل نيسان لبناء شراكة ضد داعش، ماذا نتوقع منها؟ وبموضوع بس المسؤول الذي تحدث للسي أن أن اليوم، ماذا يمكن أن يكون قد حدث وفق خبرتك بتفاصيل هكذا ملاحقات سيد جاسم، ما أجبرهم على قتل القادولي بعد ما كان طبعا المطلوب أن يؤتى به حيا؟ يعني التحالفات الإقليمية هي بالتأكيد أنه تأتي بنتائج إيجابية، لكن هنالك ربما تفاصيل ميدانية للأسف غير متوفرة، أنه أسباب مقتلة، يعني للأسف لم أحصل على هذه التفاصيل، لكن بالتأكيد أي تحالفات إقليمية تكون لها تأثير أكثر من غير تحالفات دولية. أنا أشكرك جزيلا على المشاركة معنا اليوم سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، شكرا لك على هذه المشاركة من بون الألمانية.